مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. اليوم بدنا نتكلم عن مشروب كثير بنشربه وشربناه. حكينا عن عده مشروبات سابقه، عن مشروب العرقسوس، عن مشروب التمر هندي قمر الدين، حكينا عن الجلاب، واليوم بدنا نتكلم عن مشروب كثير يشتهر في شهر رمضان وهو الخروب. الخروب هو من اهم العصائر خاصة بالصيف، لأنه بيستخدم ببارد شوية هيك، وكل ما أتذكر اللي بنشرب الخروب هذا بنطلع هيك على السوق نشتري العصير، خاصة اللي بيكون بائع العصائر حكينا عنه، يكون عنده لابس لبس معين وطربوش عادة وبطقطق في صحون نحاسية عشان الناس تسمعه وتعرف عنه، وعادة الناس بتروح عليه قبل الإفطار بساعة تقريبا، لأنه بعطيك قطعة تلج وبحط فيها المشروب البارد، فما بتوصل فترة الإفطار غير هذا. البرودة هاي طالعة من فوق الكيس البلاستيكي اللي بنستخدمه، نحكيش عن الكياس البلاستيكية بغض النظر عن سوءها للبيئة، ولكن بشكل عام هذا اللي احنا تعودنا عليه. خلينا نحكي عن الخروب، هذا من المشروبات اللي كتير مشهورة خلال فترة الإفطار ومعروفة في كثير من الدول. بالإنجليزي اسمه كرب، اللي هو خروب، بنفس الاسم تقريبا، اعتقد من الاسم مشتق من بعضه. هو من عائلة البازيلا، اللي ما شافه هو زي البازيلا بالضبط، وشجرة دائمة الخضرة طبعا بتجفف، وبستخدم بأخذوا منها البذور وبسووا منها العصائر. يستخدم برضو مسحوق الخروب في صناعة العديد من المخبوزات بدل من الكاكاو، يعني نعم بيستخدموه بدل من الكاكاو في عديد من الدول، وممكن يستخدم أيضا بديل للقهوة، يشرب كمشروب ساخن. اللي إحنا بنسويه لا، إحنا عادة نستخدمه كمشروب بارد وخاصة في شهر رمضان، لكن له فوائد كثيرة خلينا نتكلم عنها. هو مصدر مهم للبروتينات والفيتامينات، وقد تكون البروتينات مش عالية فيه، ولكن يعد من الوجبات الصحية. يمتاز أيضا بكثرة المواد الأنتي أوكسيدنس أو المضادة للأكسدة الموجودة فيه، وهذه بتحارب الجراثيم والميكروبات، وبالتالي تعتبر من الأكلات أو المشروبات اللي صديقة للقلب ومضادة للسرطانات. هو مصدر للألياف الغنية الغير قابلة للذوبان، تبهو حنحكي يمكن بحلقة مخصصة عن الألياف هاي. مصدر جيد لبعض الفيتامينات مثل فيتامين دي وفيتامين جي 2 وفيتامين بي 2 وبعض الفيتامينات الأخرى. برضو في كبير عدد كبير أو مصدر للمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، هذول مهمة جدا للجهاز العضلي للجسم. هو خالي من الجلوتين، فالناس اللي عندهم مشاكل في الجلوتين هو جلوتين فري، ما في أي مواد مضرة بهذا الموضوع، وطبعا مهم جدا هذه المواد. خلينا نتكلم عن شو بسبب بالجسم، شو بسوي للجسم. هو مهم جدا في عملية الهضم، عشان هيك يا جماعة الناس اللي استخدموا هاي المواد استخدموها عن تجربة، يمكن ما كان عندهم علم شو سببها، لكن فعلا كل هذه العصائر بتسهل عملية الهضم وبتعالج عملية الإمساك، وبالتالي هي مهمة جدا لتوازن جهاز الهضمي. بالتالي انت بتحتاجها في شهر رمضان، لانه زي ما حكينا في ناس كتير بتثخن في عملية الاكل في رمضان. الناس اللي عندها اسهال شديد برضو بتساعد في عملية ايقاف الاسهال، وهو زي ما حكينا جلوتين فري، فالناس اللي عندهم امراض حساسية القمح او السليلات ما عندهم اي مشاكل استخدامه. بيخفض مستويات الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول الضار LDL، وهذا طبعا مهم جدا، وبالتالي هو يعتبر صديق للقلب، مناسب كتير لمرضى ارتفاع ضغط الدم. احنا حكينا التمر هندي والعرقسوس في الحلقتين الماضيات مش كويسين لمرضى ضغط الدم، هذا ممكن لا يستخدموه، بنزل من ارتفاع ضغط الدم، لانه بيعمل ارتخاء في جدران الأوعية الدموية والسيطرة بالتالي على الضغط. الوقاية من السرطان بشكل عام، لأنه في أنتي أوكسيدنتس عالية، وهذا مهم جدا للناس اللي بدهم يقوا نفسهم من السرطان، وخاصة السرطانات اللي بتسببها الأكسدة. علاج مهم للسعال والإنفلونزا، الناس اللي عندها
كحة أو إنفلونزا، هذا مهم جدا إنهم يستخدموه لأنه هو مضاد للبكتيريا وأكثر إشي مضاد للحساسية، وبساعد إذا عندك الأوراق تبعته برضو على إذا مضغها بعالج الحلق والالتهابات. هشاشة العظام وشلل الأطفال ممكن يساعد فيها لأنه في كمية كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور زي ما حكينا. تنظيم مستويات سكر الدم، وهذا مهم جدا، بيساعد على تنظيم سكر الدم ويعتبر مشروب مثالي لمرضى السكر مع مراعاة طبعا نسبة السكر المضافة إليه. إذا ما أضفت سكر بيكون ممتاز لمرضى السكر. وحكينا عن التمر هندي برضو من المشروبات الجيدة لمرضى السكر. سيطر على الوزن ومحاربة السمنة لأنه في أنتي أوكسيدنتس مهمة جدا، فالناس اللي بيعانوا من السمنة إذا ما حطوا عليه سكر مرة تانية مهم جدا، لأنه بيعمل على حرق بعض السعرات الحرارية وبيسمح على ترتيبها في الجسم. طبعا له فوائد كثيرة على الشعر والبشرة من موضوع الأنتي أوكسيدنت. الحمل بدنا نكون حذرين، في ناس بقول لك إنه كويس للمرأة الحامل خاصة في بداية حملها لأنه بيساعدها على توقيف مشكلة التقيؤ اللي بتصير في بداية الحمل. بدنا ننتبه لهذا الموضوع ونروح للطبيب المختص قبل ما نأخذها. عصير الخروب بحارب الجفاف، وهذا مهم جدا جدا جدا، وحكينا انه له فوائد كثيرة عند الكبار والصغار فممكن الكل يشربه، لكن في بعض المشاكل له اللي لازم ننتبه عليها بتفاعلها مع الأدوية، خاصة الناس اللي بياخذوا ميعات الدم، هذه لازم ينتبهوا ولازم نشربه بكميات معتدلة، ما نصرف فيه والله إنه والله سمعت الدكتور جمال بحكي إنه بنزل الوزن خليني أشرب لي 10 لتر كل يوم. لا، لازم تعتبر كل شيء لازم يكون فيه التوازن، ففي جرعات مسموحة لا تزيدوا من هاي الجرعات. وطبعا في رمضان الموضوع لازم يكون بتقنن، عشان هيك بنقول كل عام وانتم بخير، نراكم في حلقة قادمة وسلام للجميع.